يجب أن تفعل شيئا. أنت قائد النمل. ماذا تتوقعين أن أفعل؟ أحمل في يدي عود قش وأحارب به جيش سليمان الحكيم؟ أفضل من أن تدعنا هنا نموت من الخوف. اطمئني، لن نموت من الخوف. ستنهار الجدران فوق رؤوسنا ونموت تحت الأنقاض. يا لها من كلمات مشجعة. احمد الله على ما نحن فيه. نحن نحتمي بجدران البيت وأطفالنا حولنا، بينما الضابطة نملة ذهبت إلى الموت بأقدامها. أنقذت حياتي، أشكرك. سأعود إلى موقعي على الشجرة. هذا جنون، لماذا تعودين؟ إنه واجبي، يجب أن أحذر النمل. نملة، أنت برغم حجمك الصغير كبيرة جدا جدا. أقصد لا 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 لا، هذا ليس وقت الكلام. يا لها من شجاعة. وصلت في آخر لحظة. يا إلهي، الجيش على بعد خطوات قليلة. يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وفي هذه اللحظة حدث أغرب شيء يمكن أن تتخيله النملة. سمعها نبي الله سليمان عليه السلام وتبسم ضاحكا. ماذا يحدث؟ لماذا توقف الجيش؟ ولماذا يبتسم القائد؟ هل فهم ما قلته؟ انحنى سليمان برأسه ينظر للنملة وقال بلغة البشر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. معذرة أيها النبي الكريم، لا أفهم اللغة التي تتحدث بها. قال لها النبي سليمان بلغتها: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل. سنميل في سيرنا بعيدا عن الوادي. أنا لا أصدق سمعي. إنك يا سيدي تتحدث بلغة النمل، ولكن كيف هذا؟ قال لها: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان. أنت نبي وابن نبي؟ قال لها: نعم. سمعتك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أجابها النبي: نعم. ترى هل مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟ قال لها سليمان عليه السلام: ليس هناك مقامان أيتها النملة. قمة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر. ثم التفت نبي الله إلى جيشه وقال: ميلوا عن وادي النمل وتقدم. شيء غريب، الأرض لا تهتز، لقد زال الخطر. هل لديك تفسير يا سيدي القائد؟ لا أعرف كيف غير الجيش مساره، ولكننا نجونا بمعجزة، وهذا من فضل الله علينا. يجب أن نسبح الله ونشكره بطريقتنا. نسير ثم نتوقف ونغير اتجاهنا ثم نعاود السير، وهكذا نسبح الله في الاتجاهات الأربعة. ترى هل نجت الضابطة نملة قائدة الاستطلاع في أعلى الشجرة؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وهكذا جعل الله كلام النملة وتحذيرها لقومها قرآنا يتلوه المسلمون في صلاتهم، ويعرفون منه جانبا من رحمة الله بخلائقه، وجانبا من عطاء الله لعباده المتقين. سامحوني إذا أذيت نملة منكم دون أن أدري، فلا أحد منا في رحمة وحنان نبي الله سليمان عليه السلام، لكنني أعدكم أن أنظر تحت قدمي وأنا أسير، ولا أتكبر على من هو أصغر مني حجما أو قدرة، كما أعدكم أن أحترم وجودكم ولا أؤذيكم أبدا عن عمد. هيا تصبحون على خير.